السلام عليكم الاخوه والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اموركم بخير وعلى خير، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال. شكرا لكم ايها المتابعون الكرام، شكرا لدعمكم ومساندتكم لقناه سلاوي نيوز. تنشكركم على التشجيع وتنشكركم على التحفيز، وكذلك تنشكر الناس اللي وضعوا الثقه ديالهم وانضموا الى عالم قناه سلاوي نيوز. اذا ايها الطيبون الكرام، مرحبا بكم، ونحن هنا في جوله مع الصديق والاستاذ العزيز السي محمد. فهذا الطريق اللي احنا الان فيها، هذه طريق عنق الجمال. الناس اللي تعرفوا ومتبعين والناس ديال سلا تعرفوا على انه باش يمكن تمشي سلا جديده كاين جوج الطرقان، كاين الطريق هذه ديال عنق الجمال، وكاين الطريق اللي تدوز على القريه. هذه الطريق الان السفليه اللي تدوز على المدار، يعني بجنب من الولجه وانت جاي. هذه الطريقه دي ما كانش، يعني كانت عندنا واحد الطريقه اللي هي على يمين الشاشه الان ما تبان لكمش، اللي كانت واحد الطريق متهالكه، كانت واحد النقطة سوداء، كانت طريق خطيرة وخطيرة فعلا. تنقول خطيرة خطيرة فعلا، والناس اللي كانوا تيستعملوها راهم يمكن لهم يخليو لي كومونتير. الطريق ديال الولجة القديمة، من نقولوا من المدار ديال الولجة للسلة الجديدة، كانت خطيرة عبر يعني العقبة ديال البريبري. والآن الحمد لله الطريق كما تشوفوا تغيرات، يعني الطريق القديمة راه بقات في بلاصتها، لأنه كاين بعض الناس اللي باقيين تيستعملوها تيدخلوا الأراضي ديالهم والمصالح ديالهم. اما الطريقه الرسميه فراه هي هذه الطريقه الرسميه كما تشوفوا. انتم تشوفوا متسعه على اليمين على اليسار، هناك ممشى الراجلين في اليمين واليسار، هناك اناره عموميه. هذا الشيء كله ما كانش في الطريق القديمه. اذا الحمد لله والشكر لله، الامور صارت على احسن ما يرام. هذا الطريق كانت اشتغلت عليها شركه الهلاوي اللي خرجت لنا الطريق، خرجت لنا من العدم هذا الطريق، راه خرجت لنا الخوت من لا شيء صراحه، وتبنات بشكل مدروس وبشكل تقني. علاش اخي سلاوي نيوز بشكل تقني؟ لانه هذه الطريقه دي معروفه لان هذه المنطقه تكون فيها يعني امطار كثيره وتتكون مياه، فلهذا هذه الطريقه دي كان ضروري خصها تراعي العديد من الشروط التقنيه باش انها كما تقولوا حنا تصمد وتبقى دائما، ولو انه تكون هناك امطار قويه وتكون هناك يعني بعض المياه، لانه كما تعرفوا هذه المنطقه جات نازله، اذا الماء ديال الشعبه كله تنزل عندنا في هذه المناطق هذه. فاذا ما كانش يعني الطريقه مبنيه بشكل صحيح وبشكل يعني كما تنقولوا حنايا بشكل علمي، فربما قد يعني تنجار في الارض، تمشي الارض تجرف، ولهذا الطريق سهوة. فلهذا هما بناوها بشكل علمي وداروا لها اسلوب ديال الدريناج وتخدمات مزيان، وكانوا حاضرين فيها حتى تقنيين ومهندسين ديال الولايه، فكانت لانه عارفين يعني هذه المنطقه اشنو وقع فيها. لهذا كانت هناك الخوت كما تنقولوا هنا العديد من الفروق حتى ديال الولايه كانوا حاضرين هنايا، وتم الاشتغال عليها والحمد لله والشكر لله. ها هي الطريق يعني واضحه قدامكم الحمد لله، ما فيها لا مشاكل لا تيش حاجه. الطريق ما كاين لا سكوسات لا كما نقولوا لا حفاري ولا تشققات ولا تيش حاجه. الطريق الحمد لله كما تصيبت في الاول كما هي باقه. اذا ايها الطيبون الكرام، في هذه الجوله ان شاء الله غادي نختموها، وغادي ندوزو العديد من الطرقات، وغادي نختموها ان شاء الله بمنطقه سيد الشافي، اللي نقولوا حنا يعني قريبه من سلا جديده، باش من هذيك المنطقه ديال سيد الشافي يمكن لك تدخل الطريق الوطنيه رقم 6. اذا ايها الطيبون الكرام، غندوزو عبر على العديد من المسالك والعديد من الطرقات اللي خرجت لنا في السنوات الاخيره. والخلاصه اللي غادي نبغي نوصل لكم انا من خلال هذا الفيديو، هذا ماشي فيديو ديال فلوج جوله ولا اي جوله ممكن لك تتمتع بها وتشوف بها ما الذي يجري، ولكن حنا الخلاصه اللي عندنا هو انه الان راه منذ عده سنوات وهناك اشغال تجري، وللاسف الشديد كاين بعض الناس اللي تنكروها او ما تعرفوها شاي او تقول لك لا ما كاين والو، ولكن اللي نقدر نقول لكم الخوت بصدق وبكل صراحه، وانا ولد مدينه سلا وعارف يعني الطرقات كيفاش كانوا في العديد هنا من المناطق. كاين شي طرقات حنا اللي عاد خرجوا للوجود في السنوات الاخيره وما كانوش. الطريق ديال الولجه راه جميع الناس تعرفوها كيفاش كانت، نقطه سوداء، نقطه خطيره وخطيره جدا، سواء كنتي غادي بالموتور بالطوموبيله بالكار باش ما غادي، الطريق كانت خايبه وخايبه بزاف. وعاد هذه الطريقه ديال اليوم كما تشوف معايا راه من العقبه ديال البريبري وانت نازل تتشدها كما تنقولوا حنا توريكه وحده بهذا المصطلح، بغيتي تمشي للرباط تدير الرون بوين ديالك وتتمشي على الطريق ديال رباط الفتح، عاوتاني توريكه وحده تتلقى راسك في الرباط. بغيتي تكملها تتبقى غادي نيشان تتوصل للولجه، من الولجه الحي الصناعي، من تما يوم تدير عاوتاني الرون بوين ديالك وشدها سيدي باش تدخل على شارع ولي العهد وتشدها لمدينه سلا الا كنتي باغي تمشي مثلا للمدينه القديمه. اذا الحمد لله والشكر لله، الخوت راه العديد من الاشغال اعطات الاكل ديالها، والناس اللي ما تيبغوش يعترفوا يعني بما يحدث وبما يقع وشنو تيجرى وشنو تيتخدم، فهذا تيبقاو هما حرين في راسهم. ولكن حنا كقنوات ديال اليوتيوب او ناس
عاديا، فتنبغيو نشاركوا معكم المستجدات وبعض الامور اللي خرجت للوجود في السنوات الاخيره، ويحاول البعض يحاول ينكرها. بغيت من يريد ان ينكرها فلينكرها، ولكن الواقع راه واضح، الواقع راه واضح. هذه الطرق هذه دابا براسها الطريقه اللي ندخلوا لها، اللي دابا الان احنا ندخلوا لها، هذه ما كانتش حتى هي لم تكن، خرجت لنا هي في السنوات هي الاخيره، لم يكن لها وجود، وانتم تشوفوا الطريق كيفاش دايره. اذا ايها الطيبون الكرام، لن اطيل عليكم كثيرا في الكلام، الحمد لله والشكر لله، البنية التحتية ديال المملكة المغربية غدا أو تتطور، هناك الآن العديد من الطرقات تتسهل التنقل والنقل للمواطنين، والحمد لله والشكر لله، الأمور من أفضل إلى أفضل ومن أحسن إلى أحسن، وما زلنا نطمح في المزيد. هذا هو اللي نقدر نقول لكم، ما زلنا نطمح في المزيد. أم باش نقولوا على أنه راه ما كاين والو، فهذا كلام لا يعقل. لا، هناك أشياء كثيرة فعلت، وما زلنا ننتظر، وسننتظر إن شاء الله المزيد ثم المزيد. إذا أيها الطيبون الكرام، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن هذه الجولة تروق لكم وتعجبكم، وتكتشفوا معنا كذلك أنتم النواحي ديال مدينة سلا. وإلى نلتقي في فيديوهات أخرى، في فيديوهات أخرى، فكما تعودتم منا دائما وأبدا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم الشهداء، اللهم احفظ دولتنا وشعبنا وملكنا من كل سوء ومن كل شر. كان معكم أخوكم سلاوي نيوز من المملكة المغربية، تحياتي لكم.